فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لإدارة مسجد أن تمنع مصل من الصلاة في المسجد لكونه مريض جدا بالإنفلونزا؟ نعم، هل يجوز لإدارة مسجد ما أن تمنع المصلي من الصلاة في المسجد لكونه مريض جدا بالإنفلونزا؟ يقول: قد ينتشر مرضه ويؤذي المصلين. هذا بكل أكثر المصلين يعاطسون، ولا صار فيه إلا العافية والحمد لله، يفرحون جل صار بهم أي زكام، صلوا بيوتهم وقالوا نستريح من الروح للمسجد. لا، ما يصلح هذا، توكلوا على الله وصلوا وخلوه يصلي معكم ويستر الله سبحانه وتعالى. والزكام هذا مرض يعني مستوطن، ما هو نعم.